اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتجدد لقاءات العلم ومحاضرات الفقه، وأن يجعل ذلك العمل في ميزان الحسنات، وأن يدفع به عنا كثيرا من السيئات، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، اللهم آمين. نقول: قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية الاختصار المؤلف في فقه السادة الشافعية، قال: والوقوف على مكان طاهر، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو أن يقف المصلي على مكان طاهر، أي طاهر من النجس. ومعنى ذلك كما يقول الشراح أن يقف على مكان طاهر، يعني المكان الذي سيستقر عليه وقوفا، وسيستقر عليه عندما يضع ركبتيه على الأرض، والذي يستقر عليه عندما يضع يده على الأرض، ويستقر عليه عندما يضع وجهه وجبهته على الأرض. فالمراد من طهارة المكان هنا طهارة المكان الذي يلاقي أعضاء السجود، هذا شرط. وأعضاء السجود كما تعلمون 7 أعضاء، ومكان الوقوف أيضا، لأن مهم أعضاء السجود هيبقى أطراف الأصابع، مش أطراف الأصابع بس، ده كمان مكان الوقوف الذي يقف عليه بقدميه، يبقى 7 أعضاء: قدمين، ركبتين، اليدين، الجبهة. هذه المواطن لا بد التي تلاقي الأرض، الأماكن هذه التي تلاقي الجبهة، لأن هذه الأماكن تلاقي الجبهة والجبهات تلاقيها، لأن كل ما أنت متلقي هو متلقيك، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم كلمات، فتلقى آدم كلمات. لماذا؟ لأن التلقي من الطرفين، هو تلقاها وهي تلقته، فتلاقيا، كل ما أنت متلقيه هو متلقيك. ولذلك قرأ في قراءة ابن كثير بهذه القراءة: فتلقى آدم من ربه كلمات. وأما القراءة المشهورة: فتلقى آدم من ربه كلمات. فالتلقي كما تعلمون من الطرفين معا. فهذه الأعضاء التي تلاقي الأرض والأرض تلاقيها، هذه الأماكن لا بد من طهارتها من النجس. وهل يشترط في طهارة هذه الأماكن التي تلاقي أعضاء السجود والقيام، هل يشترط في طهارتها القطع والجزم واليقين بالطهارة، أم يكفي الظن؟ قال علماؤنا: إنه يكفي ظن الطهارة، لأن الظن واجب العمل به، ولأنه قد يتعثر في بعض الأحيان الوصول إلى اليقين، فتخفف يعني في حقنا ذلك. وكما قالوا: المعتبر عدم ملاقات شيء من بدن المصلي،
طب هب إن أنا لم يلاقي بدني، بدني يعني الأعضاء السبعة مع مكان القيام، لكن وأنا ساجد النجاسة تحاذي صدري وصدري لا يلامسها، فهل يجوز ذلك؟ قالوا نعم مع الكراهة. لماذا؟ لأنني لم أصلي على، لم تلامس أعضاء سجودي ولا يعني موطن القدم في حال القيام شيء من النجاسة. فلو كان هناك مثلا نجاسة وأتينا بسجادة ووضعنا السجادة على هذه النجاسة ولم يعني تتأثر السجادة بالنجاسة في المكان الذي أصلي فيه وألامسه، فإنه حينئذ تصح الصلاة، لأنني حينئذ يعني واقف على مكان طاهر والمكان الذي أسجد عليه كذلك طاهرا. طب هم أن النجاسة رطبة ولو وضعنا السجادة السجادة ستتشرب النجاسة، ولو سجدت أنا سألاقي النجاسة وأجد أثرها في السجادة، ذلك لا يصح. وهنا علماؤنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تكلموا عن المعفوات، لأننا مما ابتلينا بها في حالة الصلاة المعفوات، جمع معفو يعني الأمور النجسة التي لم يستتبعها الحكم الشرعي بالنجاسة. معفويات يعني ايه؟ يعني هي نجسة ولكن عفي عنها. يعني عفي عنها يعني يجوز ان نصلي بها ويجوز ان نصلي عليها ويجوز ان وهكذا. فهذا هو معنى العفو، هو انه لو قدر وجودها على الثوب حال الصلاة لما بطلت الصلاة ولما منع ذلك من انعقاد الصلاة، هذا هو المعفو. قال ويعفى عن زرق طير كثر في المصلى. زرق طير اللي هو ايه؟ اللي هو يعني فضلات الطير، حمامة فوق واحنا بنصلي يعني بالت علينا، مش بالت بس كمان ده بالت وانزلت زرقها، اللي هو ايه الزرق ده بقى؟ اللي هو الراوس، اللي هو البيبي زي ما احنا بنقول. ليه؟ قال لك حتى وان كثر. لماذا؟ قالوا لمشقة الاحتراز عنه. الله اكبر، وانا شايفها فوق ايه؟ اجلها الناحيه دي تيجي معايا، اروح لها الناحيه دي تيجي. طب ما خلاص بقى، انا يعني مش كده، اعمليها وخلصيني. فالاحتراز عن ذلك امر صعب، اعمل ايه يعني؟ استناه. والمشقة كما تعلمنا يعني من إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. القضية إن إحنا عايزين نعبد ربنا، فالعبادة مفتوحة والعبادة أدواتها ميسرة، بس اعبدوا ربنا، ربنا فتح لك الطريق حتى يعني تستتبع المسؤولية الكاملة يوم القيامة، ولكن بشروط. يعني هناك ثلاثة شروط كما ذكر علماؤنا لقضية العفو، وابن العماد له كتاب في منظومة في المعفوات اسمها منظومة ابن العماد، شرحها الإمام الرملي في كتاب سماه فتح الجواد، شرح منظومة المعفوات. لعلنا إن تيسر لنا الحال وتيسر لنا الوقت إن شاء الله نقرأها في يعني عدة مجالس، لكنها مفيدة. أوصل المعفوات إلى فوق 60، وعليها بعض التعليقات لسليمان الجمل صاحب الحواشي المنيفة العنيفة على فتح الوهاب، شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أولا أن يشق الاحتراز عن تلك النجاسة. يعني إيه الاحتراز؟ يعني صعب جدا إن أنا أصون نفسي عن الوقوع فيها. الحمامة واقفة فوقية، أجيلها الناحية دي تيجي معايا،
طب وكمان مش كده، ده انا ممكن وانا بصلي وخاشع ابص الاقيها فوقيه وبالت، انا مش مامور ان انا افضل ادور. لا ده انت كده بقى مش هتخلينا نخشع، يعني حاجه مش بتصليش، ده انا شغال مراقب بقى جوي. عدم تعمد الوقوف عليها، يعني ان انا ما اقصدش ان انا اقف على هذه النجاسه، هب ان هناك حمامه بالت او راثت او يعني ارسلت زرقها على الارض، انا بقى ما اجيش على المكان اللي عليه النجاسه واتعمد الوقوف. ليه؟ لامكان الاحتراز، لان مفيش مشقه بقى. مش انتوا بتقول المشقه تجلب التيسير؟ طب ما انا ابتداء ممكن ان انا ما اقفش عليها هنا واقف جنبها، ايه المشكله؟ ولا شيء. قالوا ايضا وان يكون والا يكون هناك رطوبه من الجانبين، والا يكون هناك رطوبه يا اما عندي يا اما عند النجاسه. طيب بعد ذلك لا تصح صلاة شخص يلاقي مع المماسة بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيامه أو ركوعه أو سجوده. يعني على سبيل المثال حاطط منديل في جيبه والمنديل ده فيه دم، وهو عارف في البداية لم تنعقد صلاته، أو على سبيل المثال حمل هرته المتنجسة، طيب ما انت حامل نجاسة، او امسك بطرف خيط في اخره كلب او في اخره نجاسة لانه حامل للنجاسة وهكذا. يجب ان الانسان هو بيصلي الله اكبر فوقعت نجاسة فراح رمى الشال على الارض، اهو وقعت ما مسكوش بقى، ما هو الشال اهو رماه على الارض، او الطاقية ما شالهاش عشان لو شالها هتبقى مشكلة، الطاقية عاملة كده وقعت عليها النجاسة رماها كده، لكن لو شالها بطلت صلاته لانه حامل نجاسة وقعت كده، النجاسة اهي يلا شالها. طب ما انت كده يبقى شايل النجاسة، هكذا حملت النجاسة وحمل النجاسة يبطل الصلاة، يبقى دفعها بغير حمل، أزالها بغير حمل ولا ممساة. طيب كلام لطيف. والعلم بدخول الوقت، يبقى ده رقم كام؟ يبقى ده الشرط رقم 4 يا مشايخ الإسلام. قال العلم بدخول الوقت. نتكلم بقى عشان الكلام ده فيه زيادات وتفاصيل لطيفة يعني. يبقى هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، العلم بدخول وقت الصلاة. والمراد العلم، العلم بنفسه، يعني أن يكون عالماً بنفسه بأن الوقت قد دخل. فلو صلى وهو متيقن أن الوقت لم يدخل لم تنعقد صلاته لأنه متلاعب. طب هاب أنه هو ظن دخول الوقت وقال الله أكبر، نويت أصلي صلاة العشاء، وهو بيصلي سمع الأذان، الصلاة دي حكمها ايه؟ قالوا هذه الصلاة لم تبطل لأنه معذور. أمال هتبقى ايه؟ قالوا تعالى انت عليك صلوات عشاء في سابقة، إذا كان عليك عشاء فوائت فهذه الصلاة التي تصليها تحسب عن الفوائت التي عليك. طب معليش فوائت وأنا يعني ها رنجت زي الرنجت، عندنا المصريين يقول لك لمن استقام حاله ويقول لك انا زي الجنيه، كان زمان زي الجنيه لان الجنيه كان له قيمه، اما دلوقتي ولا زي ال100,000 جنيه ما لهمش قيمه.
يبقى زي الرنجت. ف طب ما معلهوش فوائد، ينقلب نفل. ازاي ده؟ هو نوى الفرض. قال له ما هو اذا زال الاخص باقي الاعم، ودي ليها بقى صله بايه؟ ليها صله بمساله اصوليه. ايه هي بقى المساله الاصوليه؟ نسخ الوجوب. اذا نسخ الوجوب باقي الجواز، اللي هو ايه؟ نسخ الاخص يبقى الاعم. هي اللي حصل ان صلاه العشاء هو نواها عشاء، طب هو الوقت لا يصلح للعشاء، خدنا لفظ العشاء كده وشلناه بره، بقي بعد ذلك ايه؟ بقي بعد ذلك الصلاه، لانه هو بيصلي ينبغي عليه ان ينوي فعل الصلاه، وان ينوي كونها عشاء، وان ينوي الفرضيه. طب بطلت الفرضيه وبطل العشاء، بقي ايه؟ الصلاه. يبقى اذا بطل الاخص بقي الاعم. وده الكلام ده هتلاقيه في كتاب الاشباه والنظائر للامام السيوطي. فالمراد العلم بدخول الوقت المحدود للصلاه شرعا، وهذه هي المرتبه الاولى، هي العلم بالنفس. يبقى مراتب العلم كام؟ مراتب العلم عندنا حوالي 3 مراتب. أن يعلم دخول وقت الصلاة بنفسه. يعني إيه؟ يبقى عالم بالمواقيت، عالم بالمواقيت المكتوبة في كتب المذهب وجربها، وله ضربة فيها، وله ممارسة، ويستطيع يعرف هل الوقت دخل أو لم يدخل، عنده علم ملكة. فإذا علم بنفسه دخول الوقت له أن يصلي الفرض. هذه المرتبة ألحقوا بها إخبار الثقة عن علم. أنا ما أعرفش، ورحت سألت أخونا وهو عنده معرفة، هل دخل الوقت؟ قال لي نعم، دخل وقت صلاة المغرب. خلاص، بدون ما أنا أبحث وراه، الله أكبر وأبدأ فيه الصلاة، لأن هذه مرتبة، وهي مرتبة إخبار الثقة. الثقة يعني إيه؟ يعني ثقة في خبره، أثق في كلامه، يقع في قلبي صدقه عندما يخبرني بأن الصلاة قد دخل وقتها. وهذا أيضا يأتي معنا في الصيام، هو أنه يجوز له أن يفطر إذا علم دخول وقت المغرب، ويجوز لي أن أفطر بخبره إذا وقع في قلبي صدقه. يبقى في مرتبة اسمها مرتبة العلم بالنفس، إن أنا قادر على الوصول إلى المواقيت بذاتي ونفسي. هذه المرتبة يلحق بها مرتبة إخبار الثقة. وفي هذه المرتبة أيضا أذان المؤذن العارف في الصح، جنب مؤذن، ولكن الحمد لله الآن الساعات أغنتنا عن كل هذا، لكن إحنا بنتكلم، افرض إن الساعات مش موجودة ماذا نفعل؟ فبنتكلم على الفقه بالصورة الواسعة. وفي هذه المرتبة آذان المؤذن العارف، عارف بإيه؟ عارف بالوقت. فإذا أذن المؤذن الذي عنده اطلاع على الوقت وقال الله أكبر وكانت السماء صحوة لا غيوم فيها، فليس فلنا أن نأخذ بخبره إذا لم نكن عالمين، وليس لنا في هذه الحالة أن نجتهد وأن نترك هذه المرتبة. وهو بنفسه ليس له أن يترك علمه
وأن يجتهد. ويجوز له تقليده في الغيم. افرض ان الدنيا السماء فيها غيوم ولا استطيع الوصول، وانا عارف انه هو رجل فاهم وعارف بالاوقات، يجوز لي حينئذ ان اقلده. لماذا؟ لانني اعلم انه لا يؤذن الا في الوقت. طب هاب ان انا عارف ان اذانه مش عن علم، ده أذانه عن اجتهاد، ده هو اجتهد ورأى أن الوقت قد دخل فأذن، فهل لي أن أقلده إذا كنت قادر على الوصول إلى دخول الوقت بالعلم؟ قالوا لا، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وإنما يعمل إيه؟ يجتهد مثله. طيب المرتبة دي لطيفة يعني. المرتبة الثانية، يبقى المرتبة الأولى اسمها يا مشايخ مرتبة العلم بالنفس، اسمها مرتبة إيه؟ مرتبة العلم بالنفس. وألحقنا بها ألحقنا بها إيه؟ إخبار الثقة، وألحقنا بها أذان المؤذن العارف بالوقت في الصح. المرتبة الثانية مرتبة الاجتهاد. يعني ايه اجتهاد؟ قال يعني اني انا تعودت انني اذا صليت المغرب اقرأ سورة الاعراف، فيدخل فور الانتهاء منها صلاة العشاء، فهل يجوز لي بمجرد ان انتهي من قراءة سورة الأعراف بعد صلاة المغرب أن أدخل في صلاة العشاء مباشرة أم لا؟ يبقى هو ده الاجتهاد. اسمه الاجتهاد بإيه؟ الاجتهاد بقراءة القرآن. أنا عارف صلوا على النبي، طب ما هي ميسورة، الجزء بيقرأ في قد إيه؟ ربع ساعة. الواد ده حافظ، ده اللي هو قارئ القرآن حافظ القرآن كويس جدا، يقرأ الجزء في ربع ساعة. ما بين المغرب والعشاء قد ايه يا مشايخ؟ ساعة. وده انت جاهز بقى، وانت ما ردش للصلاة ساعة وربع، يعني اقرأ خمس اجزاء. يعني ممكن انا ابدأ مثلا في سورة البقرة، اقرأ لغاية فين؟ اقرأ لغاية اول النساء، اواخر النساء، أبقى خمس أجزاء أهو. أول المائدة يبقى هقرأ البقرة، وهقرأ آل عمران، وهقرأ النساء، دول خمس أجزاء. إيه؟ هو أنت إيه؟ ما ترسلك على كرة هلا. خلينا كده المثال، يعني البحث في المثال ليس من شيء من الرجال. في المنطق كده يقول لك إيه؟ ها؟ ده بتاع السلم أنت هلا. يقول لك البحث في المثال ليس من شيم الرجال. ليه؟ لأن المثال يؤتى به من أجل إيضاح القاعدة، لا من أجل تقرير حكم شرعي حتى نبحث فيه ونتأمل. لا، هو خلي بالك بقى جزئين. طب ما أنت ممكن أن أنت تبقى قريت غيرك غير قريتك. أنا بتكلم على نفسي بالضبط. الربع بياخد ربع ساعة، ساعة وربع، ده ساعة وربع ما بين المغرب وما بين العشاء، ما بين الأذان والأذان، صح؟ ليه مش هتصلي المغرب؟ ها؟ يبقى صلاة المغرب والوضوء للمغرب هاخد لك الربعين. يبقى بعد الصلاة على طول. تعودت أنني إذا قرأت البقرة، وقال بلاش، إن أنا إذا قرأت خمس أجزاء، خمس أجزاء دول بياخدوا مني ربع ساعة، يبقى في خمسة هيعمل لي ساعة وربع، وما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إلى أذان العشاء ساعة وربع. يبقى أعتمد على قراءتي بدون أني أنا أرجع لا للساعة ولا أسأل عن دخول وقت، لأن دي اسمها مرتبة الإيه؟ الاجتهاد بورد. أو تعودت مثلا أني أنا بعد المغرب والعشاء أصلي 20 ركعة صلاة الأوابين، لأنها بين المغرب والعشاء على ما اعتمده الإمام البيجوري
شيخ الإسلام الباجوري، لأن فادي يقول لك أصل هي مولانا قيل إنها بعد يعني في وقت الضحى. أقول له الشيخ الباجوري قال الواد برضك بيجادل. ماشي معلش، ربنا يهدينا ويهدي المجادلين. فأصلي 20 ركعة، واعتدت إن 20 ركعة دول أنا بقرأ فيهم، واخد بال حضرتك، بأربع أجزاء وقراءة متأنية، وأول ما أقرأ وأخلص يأتي يؤذن لصلاة العشاء، يبقى فيه ممكن إن أنا أعتمد في مرات بعد ذلك على 20 ركعة أقرأهم، وبدون ما أسمع حد وبدون ما أسترشد بحد أقوم وأصلي، لأن ده اجتهاد أهو، علمته دخول وقت العشاء من خلال ورد وردي بالصلاة، لأن أنا بصلي 20 ركعة في ساعة وربع، أو مطالعة علم. أنا بقرأ كتاب يعني مثلا المنهاج ربع العبادات وأنا براجعه عشان أنا حافظه مثلا، يعني مثلا مش حافظه لكن بقول لك كده مثلا أنت حافظه، فبتقرأ ربع العبادات مراجعة بين المغرب والعشاء، وجرت العادة معك هكذا أنك متى انتهيت من ربع العبادات دخل وقت العشاء، وعلمت بالعادة أنه يحصل هذا، فيجوز لي بعد ذلك أن أقرأ، فإذا انتهيت أقوم وصلي بدون الاعتماد على أي شيء غير الاجتهاد بمطالعة علمي. أو واحد خياط جرت عادته أنه هو ينتهي من صناعة الثوب بين المغرب والعشاء، فيجوز له بمجرد أن ينتهي من صناعة الثوب ومن خياطته ومن حياكته أن يصلي بدون الرجوع إلى شيء، لأنه الفترة الزمنية اللي قضاها في خياطة الثوب هي الفترة التي بين المغرب والعشاء. أو بصوت ديك في جنب ديك مجرب، صوت ديك مجرب يعني هذا الديك اعتاد انه دائما يعني بنقول عليه بقى يصيح عند الاذان. عندنا كده كان زمان قبل ان يدخل التلفزيون الذي افسد الديوك وافسد الرجال والنساء، كان الديك يؤذن عند الفجر، بنقول يؤذن ما بنقولش يصيح، بنقول يؤذن. ليه؟ لانه ديك مجرب، جربناه دائما فسمعناه يؤذن أو يصيح عند أذان الفجر، فأجوز إن أنا صاحي من النوم سمعت بس هو ده، أقوم أصلي الله أكبر، أصلي الفجر أنام. طب هو مش الديك ده ممكن يكون الوهابي بقى يقول لك كده، يقول لك وما للذي أدراك أن الديك ما زال على فطرته الأولى، لعله حرث، لعله لعله لعله، حاجة غريبة عجيبة يبحثون في أشياء يعني تضحك منها المجانين قبل العقلاء. طيب يبقى الديك ده اللي هو أيام ده صغير أو كبير إذا جربناه فوجدناه يصيح عند الأذان جاز لنا أن نعتمد على صياحه، لكن هذا بطريق الايه؟ بطريق الاجتهاد. طب في الاجتهاد ده انا سمعت صوته بس، قال له ما هو اللي اجتهد في صوته، هل هو اذن قبل الوقت او ما اذنش قبل الوقت، وهل هو الصوت اللي انا سمعته ده هو صوته المعتاد عند الاذان، ولا ده صوته هو بيصيح على ايام اخرى بتاعته، ولا حاجه من ديت، وهكذا. وكمان في الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك او حمار مجرب. ايه ده؟ ازاي الحمار بينهق عند الاذان؟ جربناه فوجدناه. ايه ده ازاي؟ مش هو اذا نهق انتم تقولون راى شيطان؟ نعم، ما هو الشيطان يعني اذا اذن الشيطان يهرب، فاذا راه الحمار ينهق، يبقى هذا هو الكلام. يبقى شفتوا كمان الحمار يعلم منه أن الوقت قد دخل، مش يعلم منه، ده بنجتهد. طب أنا هجتهد في الحمار إزاي؟ هجتهد في نهيقه، هل هو نهق النهيق المعتاد، وهل نهق في الوقت أو نهق قبل الوقت، وهكذا.
المرتبة الثالثة. يبقى احنا اتكلمنا في كم مرتبة الآن؟ في مرتبتين. قال: تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد، اللي هو مرتبة التقليد. يبقى في مرتبة العلم بالنفس، وفي مرتبة الاجتهاد، وهناك مرتبة التقليد. ومرتبة التقليد تكون عند العاجز أو للعاجز عن الاجتهاد. فإذا عجز الإنسان عن الاجتهاد فله حينئذ أن يقلد قادرا على الاجتهاد. والأعمى كذلك له أن يقلد المجتهد مطلقا، سواء بقى كان قادر على الاجتهاد مش قادر على الاجتهاد، لأن شأن الأعمى ألا يكون قادرا على الاجتهاد. فنظرنا في الأعمى إلى شأنه وإلى جنسه. هنا ذكروا فائدة، وهي فائدة لطيفة منيفة، أرى أننا نتعرض لها. قالوا: لابد في العبادة التي لها نية، العبادة التي لها نية، من العمل بما في ظن المكلف ومن العمل بما في نفس الأمر. تاني، لابد في العبادة التي لها نية من أن يعمل بظنه، وأن يكون هذا الظن موافقا للواقع ونفس الأمر. هنضرب عليها مثال. أنا عندي في الصيام، الصيام متى نفطر؟ عند غروب الشمس. الصيام عبادة ولها نية، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، النص النبوي هكذا. فالصيام عبادة. اثنين، له نية. إذا أفطرنا وخرجنا من الصيام لابد أولا أن يكون ذلك إما بظن أو بعلم، ولا بد أن يكون موافقا للواقع، يعني أن يكون غروب الشمس، ظني لغروب الشمس موافقا للواقع الخارجي، وأن تكون الشمس قد غربت. هب أنني اجتهدت في المغرب ووصلت باجتهادي إلى أن الشمس قد غربت، ثم تبين لي في الحال أن الشمس لم تغرب، وجب علي القضاء، لأن الصيام عبادة. لابد أولا أن أفطر باجتهاد أو بعلم، ولا بد أن يكون اجتهادي موافقا للواقع ونفس الأمر. فلو تبين لي خطأ هذا الاجتهاد فعلي الإعادة. وكذلك الطهارة، المؤمن مأمور أو المسلم مأمور أن يدخل الصلاة بطهارة مضمونة. اجتهد مع نفسه فظن أنه متطهر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، تبين له بعد ذلك أنه كان محدث، يبقى ظنه الذي دخل فيه خالف الواقع ونفس الأمر، تبين له خطأه فعليه الإعادة. ولذلك هب إن الإنسان دخل الصلاة وليس عنده ظن بأنه متطهر، دخل كده على سبيل الاستهبال ولما صلي. طب أنت ما فكرتش مع نفسك أنت متوضئ ولا لا؟ يا عم يعني ربنا رب قلوب، الله أكبر، زي المصريين، وصلى وكان في الحقيقة ونفس الأمر متطهر وليس في ظنه أنه متطهر. يبقى ده إيه؟ يبقى لا تنعقد صلاته، لأن العبادة التي لها نية لا بد لها من أمرين: الأمر الأول أن يظن
أنه متطهر، الأمر الثاني أن يكون ذلك الظن موافقا للواقع ونفس الأمر. هب أنه ظن أنه ليس بمتطهر وقال أصلي، لأن الناس قالوا له بقى يلا تقدمنا وصلي بينا، ده أنا في جوه قلبه كده أنا مش متوضي، بس أنا كده اتحركت مش هينفع أطلع من الصلاة، ومش هينفع أقول لهم لا. حصلت مع ناس وقالوا لي وأخبروني به، واحد وهو بيصلي أحدث وهو بيصلي بإمام، يا نهار أبيض طب أعمل إيه؟ ده اللي ورايا كلهم أبيض ما فيش حد يعرف منهم استخلاف ولا استحمار، فأعمل كمل بيهم بقى كمل بيهم وخلاص، الراجل بيكمل بيهم واخد بالك. طيب فالشخص ده ظن أنه ليس متطهرا فصلى، الله أكبر، وبعد أن صلى تبين له أنه متطهر، صلاته صحيحة أم لا؟ ليست صحيحة، لأنه لم يدخل على ظن الطهارة حتى وإن كان حاله في الواقع ونفس الأمر أنه متطهر. طب هو قال دلوقتي طيب يا عم ما العشاء الصلاة بتاعت ربنا الوقت ده يلا الله أكبر، وصلى صلاة العشاء غير آخذا أحد الطرق التي اعتمدت في الوقت، قال لا وقت ولا بتاع، الله أكبر الصلاة دي بتاعت ربنا وربنا رب قلوب زي المصريين ما بيقول، وراح كبر وصلى، وهو بيصلي تيقن إن الوقت دخل صلاته غير منعقدة. لماذا؟ لأنه لم يدخل على ظن أو على علم بأن الوقت قد دخل، حتى وإن كان ذلك يعني أن الوقت قد دخل في الواقع ونفس الأمر. لماذا؟ لأن العبادة التي لها نية لابد فيها من ظن، ولا بد فيها كذلك من موافقة لنفس الأمر، يعني ظن بدخول الوقت ولا بد فيها كذلك من موافقة للواقع ونفس الأمر. واستقبال القبلة، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة. والمشترط استقبال عينها على سبيل اليقين في القرب وعلى سبيل الظن في البعد. يعني ايه بقى استقبال عينها؟ مش تفهمونا؟ صلى على النبي. بمعنى ان كل جسمك من اول الكتف هنا الى هذا الكتف لا يخرج عن استقبال القبلة، فاذا اخذنا شعاعا من هذا الكتف واخذنا شعاعا من هذا الكتف وتوجهنا به الى القبلة فلم يخرج هذا الكتف الى هذا الكتف عن القبلة، هكذا أنت قد توجهت إلى جرمها وعينها، زاد الله عزة وشرفا. وهذا إذا كنت قادرا على رؤيتها لابد وأن تتيقن من أنك قد وقفت مواجها لها، وأن صدرك من أوله لآخره لا يخرج عنها. وإن كنت في البعد ولا تستطيع يقين الإصابة فيكتفى منك بالظن. احنا هنا ازاي بقى هنتيقن؟ ليس عندنا قدرة على اليقين، لكن انا بصلي جوه الكعبة، بصلي جوه المسجد، او بصلي في الفنادق المجاورة، واستطيع اني انا افتح الشباك واستطيع اني انا انظر الى الكعبة. وجب عليك ان تصيب عينها يقينا. اما ونحن هنا يجب علينا اصابة عينها بالظن، يعني لا يطلب منك اليقين، لأن اليقين ده رؤية، اليقين ده يعني إخبار عدد متواتر بأنك مواجه لها، وهذا لم يتحقق في حقك الآن. ولذلك قالوا على سبيل يقينا في القرب وظنا في البعد.
وعرفنا يعني ايه إصابة عينها. والمراد بإصابة العين إصابة جرمها. جرمها يعني ايه؟ يعني جسمها المشرف. اني انا اعمل الشعاع اللي قلت لكم عنه ده، او هواءها، افرض ان هي تحت وانا هي فوق، وان كانت يعني في المكان تحت ولكن في المكان فوق، هب انني يعني في الابراج اللي حوالين الحرم، انا في الدور 20 وشايفها تحت، فانا لما اقف كده مواجه، مش هواجه جرمها، ده انا هواجه الهواء الموازي لها. قالوا خلاص، يبقى هواؤها هو المطلوب منك استقباله. يعني مش مطالب ان حضرتك تنزل من الفندق 20 دور وتنزل حتى تقابل جرمها بصدرك. قالوا أيضا علماؤنا فرض القبلة آكد من فرض الخيام. قالوا إصابة القبلة واستقبال القبلة آكد من ركنية القيام في الصلاة. ليه يا مشايخ؟ طب وليه بنقول آكد ومش آكد؟ افرض الاثنين تعارضة، هنقدم ايه؟ تقدم استقبال القبلة. وخلي بالك ده الاستقبال ده اللي احنا بنقول عليه شرط الصدر له ضابط هنذكره ان شاء الله. احنا بنذكر يعني الدقائق والفوائد في المتن. قالوا لأن فرض القيام في الصلاة يسقط في النافلة، يعني في النافلة يجوز لك أن تصلي قاعدا حتى وإن كنت قادرا مع الاستطاعة مع المكنة. وأما القبلة فلا بد من استقبالها ولا تترك إلا في حالين كما نصت على ذلك النصوص. والمشترط استقباله، والمشترط استقبالها بالصدر لا غير، وذلك على سبيل الحقيقة في الواقف والجالس، وذلك على سبيل الحقيقة في الشخص الواقف. يعني الواقف لو أخذنا شعاع من هذا الكتف ومن هذا الكتف ووجهناه إلى الكعبة لا يخرج عن الكعبة. طب وأنا راكع، الراكع بيعمل ايه؟ الراكع ما بيبقاش مستقبل بصدره، ده صدره بيبقى للأرض وليس للكعبة. قالوا يكون متوجها بذلك حكما، يعني يحكم عليه بأنه متوجه حتى وإن لم يكن متوجه حقيقة. يبقى التوجه يبدأ في القيام ثم بعد ذلك ينسحب على بقية الصلاة. ولذلك قالوا التوجه إما أن يكون حقيقي بأن خرج الشعاع فأصاب الكعبة، وإما أن يكون حكمي في الركوع والسجود، لأن في الركوع والسجود صدري ليس مواجها للكعبة وإنما مواجه للأرض. ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا. عارفين مضطجع يعني ايه؟ يعني نايم على جنبه اليمين، بيصلي ونايم على جنبه اليمين لعذر من الاعذار. ما الذي يعتبر في حقه؟ علماؤنا لم يتركوا شيئا الا وضبطوه في هذه المسائل. قالوا يكون مستقبلا بالصدر والوجه، لابد ان يستقبل بالاثنين معا. يعني لو أخذنا شعاع من رأسه وشعاع من صدره هيكون مواجه للقبلة. طب ولو رجله خدنا منها شعاع ما وصلتش للقبلة، وصلت لحتة تانية، قال مش معتبر. المعتبر هو الصدر والوجه فقط، وأما بقية البدن
فلا يعتبر فيه المواجهة. طب افرض مستلقي، مستلقي يعني انسان مريض ونايم على قفاه وما ينفعش يقوم، او لو قام ينضر بذلك ضرر شديد، ما الذي يجب في حقه؟ قالوا يجب في حقه ان يستقبل بالوجه، يعني وجهه لو اخذنا منه شعاع ومر هذا الشعاع من اول شحمة الاذن الى شحمة الاذن، اهو من هنا كده هناخد شعاع من هنا هيواجه، وكذلك بالأخمصين بطن القدمين، لو خدنا شعاع من بطن القدمين يصل إلى الكعبة، خدنا شعاع من الوجه يصل إلى الكعبة. طب هب أنه عجز عن الاستقبال، عجز عن استقبال القبلة، قالوا يصلي على حاله، عجز يعني بيقولنا في الدار ويقولنا والله الراجل والدنا احنا بنقفل عليه لانه قاعد لوحده، جالنا مثل هذا السؤال وهو نايم على السرير ما يقدرش يتحرك، لا قادر ان هو يستقبل لا بصدره ولا براسه ولا باي حاجه، ده غير مستقبل. واحيانا بيبقى وضعه في المستشفى والسرير اللي موضوع عليه لا يمكنه من الاستقبال، ماذا يصنع؟ نقول له يصلي على حاله. طيب ويعيد لما يشفى يعيد. طب افرض ما شفاش ومات على هذا، لا يعيد، لأن الإعادة بتقدير القدرة أنه قدر بعد ذلك على الاستقبال فعليه أن يعيد. هب أنه لا يقدر بعد ذلك وهذا عذر دائم، خلاص لا يعيد. أما إن كان يعني عذر نادر ويعود صاحبه مرة ثانية إلى القدرة فيجب عليه أن يصلي على حاله، ثم بعد ذلك إذا شفي وعاد إلى المكنة وجب عليه أن يعيد. في بعد كده ويجوز ترك استقبال القبلة. طيب هو في كده بس فايدة احنا كان متعلقة بدخول الوقت، لا بالقبلة مش بكل وقت. قال ومن أمكنه علم القبلة عمل بعلمه. نرجع تاني لموضوع القبلة. طيب من أمكنه علم القبلة عمل بعلمه، أمكنه يعني إيه؟ يعني معاه أدوات يستطيع من خلالها أن يعرف أين جهة القبلة، معه من العلوم التي من خلالها يتوصل إلى الجهة التي فيها القبلة. قالوا هذا الشخص إذا كان كذلك وجب عليه أن يعمل بعلمه، وذلك لكونه قادر على ذلك. ومن ذلك أيضا قالوا إن الأعمى أيضا إذا كان يستطيع إن هو يمس المحراب، ومن خلال لمس المحراب، عارفين المحراب الذي يقف فيه الإمام للصلاة، إذا كان الأعمى يستطيع أنه يمس المحراب ويعلم من خلال مس المحراب أين القبلة وجب عليه أن يفعل هذا ولا يقلد، حيث سهل عليه ذلك إذا كان قادر وسهل عليه هذا فليفعل. طب افرض أنه هو مش عارف فين المحراب، أو الجماعة أقيمت، أو في صلاة جمعة والناس مكتظة في المسجد، قالوا في هذه الحالة يشوف اللي جنبه هيصلي لأي جهة ويصلي زيه، يعني إيه؟ يعني يقلد. وأن من أمكنه ومن لم يمكنه العلم بها اعتمد ثقة أنا معرفهاش، فبسأل واحد وأنا واثق فيه أين جهة القبلة؟ يقول لي هذه الجهة، أعمل بعلمي، أعمل بخبري. طب هل له أن يجتهد إذا كان قادرا على العلم؟ قالوا لا، قالوا لا يجوز له أن يجتهد إذا كان قادرا على العلم. إزاي يعني؟
يا اخي ده انت قاعد في الفندق اللي قدامها، لو فتحت الشباك هتشوفها، تروح تتصل بالاستعلامات في الفندق وتقول لهم فين القبلة؟ ها ينفع ده مشايخ؟ ده انت قادر على العلم، لو فتحت الشباك هتشوف الكعبة قدام الفندق، فهذا لا يجوز له أن يترك العلم وأن يقلد أو أن يجتهد ويقول كده بقى، هو قاعد كده والله أصل الشمس بتطلع من هنا واللي بتغرب من الناحية دي وما بين المشرق والمغرب، ويبدأ لا، لا يجوز له. لماذا؟ لأن مرتبة العلم هي المرتبة الأولى، وإذا كان قادرا عليها وجب عليه أن يعمل بها. افتح يا سيدي الشباك اللي قدام الحرم وانت تعرف فين القبلة. طب انا قاعد بعيد عن الحرم ولسه جديد ومعرفش فين القبلة. قالوا لو فقد الثقة المذكور وعمال اتصل بالاستعلامات عشان يعرفوني فين القبلة، مش عارف، وهم عارفين بعلم، ده قاعدين فيها كل يوم وبيروحوا لها وعارفينها. قالوا في الحالة دي اجتهد، اجتهد لكل وقت. اجتهد ليه؟ لكل وقت. ان لم تذكر الدليل الاول، يعني انا اجتهد للمغرب واجتهد للعشاء واجتهد للصبح واجتهد للظهر، حيث لم اتذكر الدليل الاول الذي ارشدني الى جهة القبلة. وقالوا هنا ايضا يجب تعلم القبلة، يجب تعلم الأدوات التي توصلنا إلى معرفة القبلة حيثما لم نكن عالمين بها لا في السفر ولا في الحضر. العاجز عن الاجتهاد ما يعرفش حاجة، أبيض، لا لاقي حد يسأله ولا قادر إن هو يجتهد، يعمل إيه؟ قلد يا سيدي. فتلخص أن مراتب استقبال القبلة أو المراتب أربعة: العلم بالنفس، الإخبار عن ثقة، نفس المراتب في العلم بدخول الوقت، الاجتهاد، تقليد المجتهد. ثاني، العلم بالنفس، أن يكون عالما بنفسه، أن يخبر، أن يخبره ثقة بالجهة، يبقى إخبار الثقة. ثلاثة، الاجتهاد. أربعة، التقليد. لا ده انتوا بقيتوا حاجة حلوة النهاردة، بسم الله ما شاء الله، نورتوا، تفضلوا شاي. ثم قال بعد ذلك في فقرة جديدة: ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين، تركها يعني يا مشايخ، يعني أن استقبالها في هذه الأحوال ليس واجبا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. الحالة الأولى اللي هي إيه بقى؟ اللي هي في شدة الخوف، في شدة الخوف، ده من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن شدة دي صفة والخوف ده مشايخ موصوف، يعني في الخوف الشديد، يبقى ديت من إضافة الصفة إلى الموصوف. في حال شدة الخوف، يعني إذا كان التحمت المعركة، أو هو داخل على التحام المعركة، أو أنه يفر من سبع، أو أنه يفر من حريق، أو أنه يعني سرق منه حذاؤه فذهب يجري خلف من سرقه، في هذه الأحوال يجوز له أن يترك استقبال القبلة، سواء كانت صلاته فرضا أو كانت صلاته نفلا، ويصلي كيف أمكنه، في شدة الخوف يصلي حيث أمكنه. افرض العدو أمامه والقبلة فيه يعني خلفه، يصلي على هذه الحال.
ويجتنب الكلام كما سيأتي في صلاة الخوف، ولا إعادة عليه، يعني ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها في شدة الخوف لغير القبلة. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا يعني على أقدامكم وانتم ماشيين، أو ركبانا يعني وانتم راكبين، راكب الدبابة، راكب الطيارة وهو يحارب، كل هذه حراب، راكب الفرس وهكذا. قال ابن عمر فيما رواه الإمام البخاري وأيضا رواه الإمام الشافعي في مقام تفسير قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني صل على أي حالة كانت، مستقبل غير مستقبل، لا تنشغل إلا بالقتال والصلاة. نافع مولى ابن عمر وهو من كبار العلماء ومن كبار القراء وله قراءة، قال بأن ما قاله سيدنا ابن عمر هذا في مقام التوقيف وليس في مقام الاجتهاد. قال: لا، ده لا يعلم ما قاله ابن عمر إلا بسند وثبوت عن رسول الله، يبقى هذا ليس قول صحابي، لا، ده إخبار صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل في كل قتال للإنسان أن يصلي فيه صلاة شدة الخوف ويترك استقبال القبلة؟ قالوا: لا، لابد أن يكون قتالا مباحا، أخرج القتال المحرم، يعني هؤلاء المجرمين الذين يقاتلون المسلمين ويعني يفعلون بهم الأفاعيل ليس لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف ولا أن يتركوا استقبال القبلة، لأنهم يفعلون أمرا محرما فلا يستبيحون به رخصة بسبب نعم في قتال مباح، والمباح هو القتال غير الممتنع. فقتال المسلمين للكفار، المسلمون يقاتلون الكفار من أجل أن يدافعوا عن أرضهم وعرضهم، هؤلاء يصلون صلاة شدة الخوف غير مستقبلي القبلة. قتال أهل العدل للبغاة، خوارج زي العيال بتوع داعش وبتوع بيت المقدس، شياطين، وهم لم يقاتلوا اليهود وإنما قاتلوا المسلمين، فهؤلاء للجيش إذا كان يعني يتعامل معهم له أن يترك استقبال القبلة وأن يصلي حيث أمكنه، عشان انت شكلك داخل الجيش. قتال أهل العدل للبغاة، طب والواد ده بتاع داعش ده وبتاع بيت المقدس هل له أن يصلي هذه الصلاة ويترك استقبال القبلة؟ لا، لأنه باغي، لأنه معتدي، فلا يستبيح بعدوانه رخصة وتيسير من المولى سبحانه وتعالى. قتال البغاة لأهل العدل، لا، ما ينفعش، توب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. وفي النافلة في السفر على الراحلة، هذا هو الموطن الثاني الذي يترك فيه استقبال القبلة. في النافلة، خرج بالنافلة الفريضة، الفريضة لابد وأن يستقبل فيها القبلة عند القدرة، وصلاة الجنازة لأنها فرض فينحى بها نحو الفرض، فلا يجوز ترك استقبال القبلة فيهما. بيقول في السفر خرج الحاضر، فلا تترك أو لا يترك استقبال القبلة في النافلة في الحضر. لماذا؟ قالوا: لأن الذي ورد إنما ورد في
في السفر ولم يرد في الحاضر. قال في السفر خرج به الحاضر، يعني حضراتكم وانتم قاعدين هنا لابد في النافلة وأن تستقبلوا القبلة. حتى وإن كنت أنا محتاج في الحضر إني أنا أقضي بعض أموري وأمشي وأروح وأجي وأعمل، ألا لماذا؟ لأن ترك استقبال القبلة إنما أتى في السفر. والسفر هنا يعني سواء كان سفر قصير أو سفر طويل. السفر القصير هو إيه؟ قالوا هو إذا خرجنا من العمران لم نسمع فيه أذان الجمعة. قالوا هو السفر الذي إذا خرجنا فيه متوجهين إلى مكاننا لا نسمع فيه نداء الجمعة. وبعضهم قدره بميل، وبعضهم قال من قدره بميل، ومن قال بأن لا يسمع النداء. الاثنان متفقان. لماذا؟ لأنه هو قدر الميل هو القدر الذي لا يسمع فيه نداء الجمعة، والمسألة بسيطة. وما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة في ذلك أن الناس يحتاجون للسفر، فلو كلفناهم وهم محتاجون للسفر أن يستقبلوا القبلة في النفل، لو استقبل القبلة في النفل لن يتمكن من السير ولم يتمكن من قضاء مصالحه، فحينئذ سيترك النفل ويغلق عليه باب التنفل وباب التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن لو أجزنا له أن يترك استقبال القبلة سيتمكن من السفر ويتمكن أيضا من التنفل. فهذا إنما كان تخفيفا وفتحا لباب التعبد على عباد الله. الراحلة، الراحلة كما قال العلماء يعني ليست قيدا. يعني إيه؟ سواء كان الراحلة أو سواء كانت السيارة أو سواء كان القطار أو سواء كانت الطيارة أو سواء كان ماشي، فالراحلة ليست قيدا، وإنما ذكرها تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه كان يعني يصلي النافلة على الراحلة. إيه هي بقى الراحلة؟ قالوا الراحلة المراد بها هنا كل ما يركب، حتى الأتوبيس اللي انت بتسافر فيه راحلة، الطيارة راحلة، السفينة راحلة بترحل. طيب يا مشايخ، وللمسافر سفرا مباحا. يبقى ممكن سفر قصير وسفر ايه وسفر طويل، ولا بد ان يكون السفر سفرا مباحا. اما سفر المعصية فلا يستبيح به رخصة ترك استقبال القبلة في النافلة، لا يجد رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. طلع من مصر للإسكندرية حتى يتقاضى رشوة، رشوة رشوة لغتين. طيب يبقى ده ايه؟ يبقى ده رايح اسكندرية من اجل المعصية. واذا كان الامر كذلك لا يستبيح رخص الله سبحانه وتعالى. واحد، ليس له ان يترك استقبال القبلة في النافلة. اثنين، ليس له ان يترخص في صلاته. ثلاثة، ليس له ان يجمع بين الصلاتين. اربعة، ليس له ان يفطر. هذا أربع أشياء ما يعملهمش. أمال يعملهم إمتى؟ من حين التوبة. قال إيه ده أنا رايح أخد رشوة، ده حرام، ده هتخش على بيتي بالشنار والنار والعقاب و و و. توبت إلى الله. عند التوبة يبدأ في الترخص. ولذلك قالوا يا مشايخ الرخص لا تناط بالمعاصي. شوف الرخصة، انت رايح تعمل ايه في السفر؟ رايح ياخد طار. عندنا المصريين كده يقول لك رايح اخد بالطار. عارفين ياخد بالطار يعني ايه؟ يعني انه قد قتل له قتيل وهو يعلم من قتله، فيذهب الى ان يقتل ذلك القتيل الذي قتل.
أو يقتل مع القتيل 3-4 من قرايبه، من أقاربه. هكذا يفعل بعض الناس إلى الآن في مصر، اسمها الأخذ بالثأر، وهي عادة جاهلية حمقاء. طب هو يعني مش بيطبق شرع الله؟ لا، ما بيطبقش شرع الله. لماذا؟ لأنه الذي له أن يطبق الحدود وأن يقتص هو الحاكم، الدولة. أما أحد الناس فليس لهم هذا، ولو فعل ذلك أحد الناس لأثم وعصيا، لأنه قد افتأت على منصب الحاكم، ولأنه قد تعدى وقتل وأسرف في القتل. ولا بد أن يكون السفر إلى مقصد معلوم، يعني عارف هو هيتوجه لإيه، مش الهائم. تعرفين الهائم؟ الهائم الذي يخرج لا يعلم أين مقصده، لا يعلم أين مقصده، ما يعرفش مقصده فين، لا يعلم أين مقصده، لا يعلم مقصده أين هو. فهذا الشخص سفره حرام، لأنه اتعب لنفسه واستهلاك لأمواله بغير فائدة. ركب الطريق كده وطلع على طريق بعد ساب الكارتة بتاعت الإسكندرية هنا، وفضل ماشي، بس هو مش ناوي، مش قاصد مكان معلوم، قال زي ما تيجي تيجي، اديني ماشي ماشي ماشي. ده انت كده بقى دخلت في اطار الهبل. ان تفعل فعلا يعني لا تقصد به شيئا ولا تقصد به جهة معينة، انت هكذا تستهلك بنزيما وتستهلك من قدرات السيارة، وده إضاعة مال، وهذا حرام، وتضيع وقتك. يبقى ده اسمه ايه؟ الهائم، هو الذي لا يعلم أين مقصده. الهائم ده لما يأذن عليه الأذان يصلي الفرض والنفل متوجه للقبلة، ولا يترخص لأنه يفعل أمرا محرما، فده اسمه ايه؟ اسمه الهائم. ويقول لك بقى في اللغة الهائم هو الذي خرج على وجهه، مش عارف وراح فين. ويصلي صوب مقصده أي جهته، لا ينحرف عنها إلا إلى جهة القبلة. طيب هو دلوقتي قلنا له يصلي، هيصلي فين؟ قال له أنت مسافر أنهي جهة؟ قال له مسافر الجهة اللي عكس القبلة، خلاص امشي عكس القبلة على طول، لا تلتفت يمينا ولا تلتفت شمالا، لأن أصبح الجهة اللي انت قصدها هي قبلتك، دي اسمها قبلة بديلة، قبلة موازية، والذي أوجدها هو الشرع. يبقى سيره في اتجاه معين أمامه هكذا هو دوت مكان القبلة. طب هب أنه تحرك، ولكن تحرك إلى القبلة، يعني هو القبلة أهي وهو ماشي كده الناحية دي، ده طريقه والقبلة الناحية دي، شايفين؟ طيب هو عايز بقى يحود ويستقبل القبلة، إنه يجوز. طب لو حود إلى جهة أخرى ليست هي مقصده بطلت صلاته، لأنه قد انحرف حينئذ عن القبلة. لو انحرف إلى غيرها، إلى غيرهما، اللي هو إيه غيرهما؟ اللي هو مقصده أو القبلة، لأن القبلة هي الأصل. عالما بأنه يعني ليس مستقبلا للقبلة ولا مستقبلا لجهة مقصده، عامدا متعمدا لذلك بطلت صلاته. ليه؟ لأنه عنده قبلتين، ربنا وسع عليه وبقى عنده قبلتين، يا إما جهة مقصده يا إما القبلة الأصلية. طب افرض إنه هو أكره على هذا، يعني هو ماشي مثلا بالعربية كده، وده مكان أدي قبلته، فراح جاي عربية تانية داخل عليه، فراح حود حودة يمين حتى يتفاداها، ايه حكم صلاته؟
باطلت صلاته حتى وإن كان مكراها. الواد مستغرب كده، هم قالوا كده ليه؟ قالوا لأن ده عذر نادر، والنادر يعني يلحق بالكثير الغالب. ما بنقولش هبولي يا لأ، واحنا زي العيال اللي انت كنت ماشي معاهم، ما ملفك عندي. قال ولو انحرف الى غيرها لنسيان، نسي انه لازم لابد عليه ان يواجه يعني مقصده، فالتف يمينا او يسارا ناسيا، هيعمل ايه؟ قالوا بطلت صلاته، او اخطأ الطريق، بدل ما يمشي الى صوب مقصده اخذ طريقا اخر خطأ، بطلت صلاته. ويسن فيما مضى. طيب كلام تاني، راكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سروجها مثلا. افرض انه راكب الدابة، هل انه هو يعني اما يجي يسجد لابد انه هو يسجد على السرج او عرف الدابة، السرج اللي هي البردعة، بل يومئ بركوعه وسجوده، يعني يشير الى السجود ويشير الى الركوع، وليكن الاشارة بالسجود اخفض من الاشارة بالركوع وجوبا حتى يميز بينهما. يبقى هو قاعد على الحصان او قاعد على الحمار وهو ماشي الى صوب مقصده زي ما هو، لكن له ان يعني يشير بالركوع وله ان يشير بالسجود، ولا يجب عليه ان يسجد على يعني عرف الدابة او ان يسجد على السرج. طب مسافر وهو ماشي ماذا يفعل؟ قالوا الماشي يتم ركوعه وسجوده، هو ماشي هو بقى سهل عليه انه هو يحود ناحية القبلة حتى وان كانت القبلة في ظهره، يعني هاب ان القبلة ورايا هنا اهي وانا طريق الناحية دي وبصلي، انا همشي بس فين؟ همشي في القيام وهمشي في الاعتدال، واما الباقي اتي به وأنا على الأرض مستقبل القبلة. قالوا والماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ركوعا وسجودا، وكذا يستقبل القبلة في إحرامه، وكذا في جلوسه بين السجدتين. يبقى الاستقبال في أربعة والمشي في أربعة، احفظهم بقى. في الإحرام يستقبل الله أكبر، لابد أن يستقبل إن كان يصلي ماشيا، لكن بالنسبة للدابة صعب إن هو كل ما يسجد وكل ما يركع ينزل يركع على الأرض ويطلع يركب الدابة، ينزل يركع على الأرض، افرض إن هو عايز يصلي 100 ركعة على الدابة، هتنزله 400 مرة؟ هيقول لك خلاص بقى عفى الله عما سلف وإن شاء الله لما أرجع أبقى أصلي، أغلقت عليه باب التعبد، صح؟ يبقى الإحرام يستقبل فيه، الركوع يستقبل القبلة فيه حتى وإن كانت القبلة يعني خلف مقصده، السجود وهو ساجد يستقبل القبلة لإمكانه وتيسره، الجلوس بين السجدتين يستقبل فيه القبلة، لا يمشي إلا في أربعة أشياء: القيام، الاعتدال، التشهد، وهو بيتشهد يمشي، السلام وهو بيسلم يمشي. طيب واحنا وقفنا على باب الايه؟ على باب الاركان.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ألبسنا لباس التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم فك كرب كل مكروب واشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن مشايخنا وأن تجازيهم جزاء حسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.